جزاكم الله خيرا. من فقرات السائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لوضع الطعام قبل الإقامة ما حكمه؟ إذا كان هذا بعادة لا يجوز، أما إذا صادف بعض الأحيان فلا بأس، ويأكل حاجته منه قبل أن يذهب للصلاة إذا صادف بعض الأحيان. أما أن يتخذ هذا عادة ونظاما يقدم الطعام وقت الصلاة فهذا لا يجوز. نعم.